رجل شجر الصوف احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا لهذه الحلقة الجديدة من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا. وباسمكم جميعا نرحب فيها بمشيخنا الكرام الشيخ أبو عبد السلام، حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا. وبالأستاذ الدكتور كمال بوزيدي، فأهلا وسهلا شيخنا كمال. وفي البداية أيها الأحباب الكرام، توجه بخالص العزاء والمواساة في وفاة زميلنا بقناة القرآن الكريم المخرج نزيم قايدي الذي وافته المنية يوم أمس، ووري الأثر بعد عصر هذا اليوم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل مقامه في عليين، وأن يغفر لنا وله يا رب العالمين، وأن يجعله في القبر مطمئنا ويوم القيامة آمنا، وألهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وعظيم السلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. أيها الكرام، نتواصل معكم إن شاء الله بعد بيان موضوع لقاء العدد المعنون بسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، على أرقام الهاتف التي تظهر أدنى الشاشة. فقد جاء عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو قال في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. الحديث يرويه الإمام البخاري والمسلم. وهذا مما يمتن الله به على عباده المؤمنين في اليوم العظيم، يوم يكون الناس في كرب وشدة، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويكون العرق منهم على قدر أعمالهم. فجاءت هذه الكرامة شيخنا أبو عبد السلام، كرامة الظل يوم القيامة، وهو ظل الرحمن سبحانه وتعالى لخاصة عباده الذين ذكرهم هذا الحديث الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله. أترحموا على الأخ نديم رحمه الله، آمين إن شاء الله، وأسكنه فسيح جنانه، آمين، وجعله من المقبولين عنده، آمين يا رب العالمين. بقي هؤلاء الذين ذكرهم الحديث رضي الله عنهم ورحمهم وجعلنا منهم، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. واقتصر على ذكر هذه هؤلاء السبعة، في الحقيقة هي نماذج من البشر. إذا قال الإمام العادل، معنى ذلك ابدأها من الإمامة الكبرى إلى الإمامة الصغرى إلى المسؤولية عموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناها كل إنسان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يدخل في الإمام العادل كل مسؤول مهما كان مستوى مسؤوليته ودرجة مسؤوليته، فهو إمام في مرتبته وفي مسؤوليته وفي مهمته. فإن عدل أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن ظلم كان من الذين غضب الله عليهم ولم ينظر إليهم ولم يزكيهم ولم يرحمهم يوم القيامة، أعاذنا الله من ذلك الهول. فإذا هنا معناها أهمية العدالة، أهمية العدل، معناها ما فيش أحسن من العدل. الإنسان مسؤول كبير، يجب أن يعدل على من تحت مسؤوليته، في يعني يعدل فيه، مسؤول على الأمة
يجب أن ينشر العدل. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو النموذج الأكمل في البشر عليه الصلاة والسلام، ما كانش أحسن منه في البشر، يعني من حيث تحقق العدل على يده رضي الله تعالى عنه. يقول كلمة مشهورة توزن بالذهب لو عثرت بغلة في أرض العراق حاسبني ربي عليها لأنني لم أعبد لها الطريق. هذا الشعور بالمسؤولية، هذا الإحساس بالمسؤولية، معناها الإنسان يجب أن يوفر أو أن يوصل عدله إلى آخر نقطة يصل إليها حكمه. فلا ينبغي أن يدعي بأنه لم يكن على علم وأن المسافة بعيدة بينه وبين ذلك المكان الذي وقع فيه شيء من الظلم والحيف والزيغ وما إلى ذلك، بل أنت سلطان فيجب أن تكون عينك واصلة مراقبة ناظرة إلى كل حالة من أحوال الرعية. فهذا الذي إذا توفر على هذا الوصف يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. تصور الإنسان مثلا هذه الإمامة الكبرى يعيش على هذا الاقتداء، يعيش على هذا الإيمان الراسخ في قلبه بأنه فعلا سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة في رعيته، إن كانت خيرا جوزي بالخير وإن كانت على غير ذلك أخذ جزاءه من جنس العمل. فهذا الإنسان الذي يكون مؤمنا بهذا يستحيل في حقه أن يصدر منه الظلم. قد يخطئ وجل من لا يسهو ولا ينام ولكن لا يظلم. هذه الميزة نتاع الإسلام، يعني الواقعية والمثالية في حدود الإمكان، مش المثالية المطلقة. هذا الإنسان مسؤول، نعم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة، ولكن عدله يصل إلى آخر نقطة من بقعة الخلافة. يعني إذا جاءه خبر ولا يجرؤ أحد على معناها مخالفة العدل، ومع ذلك إذا وقع أحد في خطأ وجاءه إرسال من عمر رضي الله تعالى عنه يأمره بفعل شيء لا يتردد. ما فيش عمر بعيد ومسافة بيننا بعيدة، لا، ما في على الحين على الفور. يعني كما روي في التاريخ أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما ابنه يسبق ابن المصري هذا، ولما سبقه ابن المصري وكأنه اعتز أو افتخر بأنه ابن أمير المؤمنين وابن خليفة يعني الوالي، ضربه واعتدى عليه، فما كان من أبي الولد إلا أن انتقل من مصر إلى المدينة. ويرسل الرسالة، الشاهد هنا قيل بأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي رضي الله تعالى عنه عندما فتح الكتاب وقرأه من حيث هو أمر ولده أن يصحبه إلى المدينة. وين أين عمر؟ فين عمر رضي الله عنه؟ في المدينة، يعني مسافة كم؟ ومع ذلك لأن العدل الذي اتصف به عمر رضي الله تعالى عنه فرض على جميع الناس مهما كانت مستوياتهم وطبقاتهم الالتزام بمنهج عمر رضي الله رضي الله عنه. كيف هذا لا يظله له بظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فمن أراد أن يشمله فليكن كذلك. ثم هذا الشاب في ريعان شبابه كل ما فيه يدفعه إلى الوقوع في الخطأ. العقل ليس كاملا، النضج ليس مكتملا، الاندفاع الشبابي لتلبية بعض النزوات وبعض الرغبات يعني في قمتها، ومع ذلك يكبح جماح نفسه ويتحكم فيها ويلزمها بالسير على منهج الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فينشأ في الطاعة ولا يحيد عنها قدر ألملة. هذا الشاب مجاهد لنفسه في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.
وفي ذات الله. في ذات الله. المهم جاهد نفسه على أن يستقيم على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أيضا ممن سيظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ولا على دكتور يوسف إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، شيخنا كمال، هناك آخرون يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد أوردهم الحافظ ابن حجر بعد تتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يظل الله تبارك وتعالى في ظله الغازي والذي يعين المجاهد، ومن ينظر المعسر، والوضيعة عنه والتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون المكاتب، وتحسين الخلق، والمشي إلى المساجد، والتاجر الصدوق، وآخذ الحق، والباذل والكافي. المسألة الأولى أن هناك آخرون يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المسألة الثانية: هل للنساء نصيب من هذا الظل، لأن المذكورون هنا كلهم رجال؟ نعم، بارك الله فيك. شكرا سيد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، ما يصدق على الرجل يصدق على المرأة. بارك الله فيك. يعني السبعة أفرض، بمعنى أن الإنسان وكل إليك المسؤول، كلكم كما قال كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة فهي مسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها، مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن حفظ المال، حفظ عرضها، وحفظ كذلك الأولاد، وحفظ البيت، وكذلك الإنسان تقديم خدمات. احنا شفنا في التاريخ أن بعض النساء أفضل من بعض الرجال، احنا شفناهم، وحتى القرآن الكريم لما أعطى مثال بلقيس، امرأة فعلا امرأة، نعم، يعني امرأة فعلا أنها حكمت قوما، وشوف بمعنى أنهم قالها يعني والأمر لك، فانظر يعني ما ترينه، إحنا أنا معك، يعني شوف المتابعين لها، يعني كانت متابعين لها، يعني كانت هي يعني قائدة، نعم، قائدة وهي وفعلا كان قادوا إليها، لا لرجاحة عقلها، نعم، ولقوة ذكائها ولحسن تدبيرها، فلهذا قال: فانظري ماذا تأمرين، قولي برك، يعني أنت الأمر لك، إحنا لنا تحت أمرك، لأن يعرفوها بأن امرأة فعلا صاحبة حق وصاحبة موقف وصاحبة فكر. إذن يعني فيه هناك من النساء شجرة النور، كذلك شجرة النور في التاريخ الإسلامي نفس الشيء. يعني وما أدرك ما عن العز بن عبد السلام بكذا كذا، سكت لما توفي زوجها اللي هو بمعنى الخليفة، قال: اسكتي وانا وكذلك اكتمي الخبر، ما تقوليش، وحكم انت وامضي، وانا هو المسؤول، امضي انت، قال تمضي، امضات خفيه، حتى لان كانوا في حرب، لو بمعنى ان اعلنت على وفنا يعودوا يتحاكموا، شكون اللي يحكم الان، يعودوا في صراع عن الحكم وينساوا العدو. شوف الحكمه في شجره الدر، كيف يعني العز بن عبد السلام كيف راى ببصيره، انا لو قال السكوت عن هذا الامر افضل لنا من الانسان ان ينطق به او ان يبوحه الى يعني الامه، والا يصبحوا في فتنه كبيره عظيمه، ويعود العدو يدخل علينا من كل جهه، ونحن نضربوا على جل الحكم. فلهذا شوف يعني، وكذلك شوف امهات المؤمنين، وكذلك بعض النساء نفيسه، وما ادرك فشوف كيف يرجع اليها، يرجع لكل الحكام، وسكينه كما قال لك الشيخ نفس الشيء. وكان كثير يعني من الصحابيات ومن التابعيات ومن تابع التابعيات، يعني ولا بمعنى من هناك من الخلف الذين كذلك وفوا. صاحبة اكبر وقف اسلامي في الحرمين الشريف بتاع النساء، نعم، النساء اللي كانوا بما تصدقنوا. وحنا الان نشوفوا اكثر النسوة هما الذين يعني يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافون على من ارتكب الحرام، وحتى بمعنى في الصدقه، نشوف كثرة الصدقه جايه من النساء، نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما يعني صدقنا ولو بشق تمرة، علاه؟ قال: ما لاخاش اني رايت كنا اكثر يعني اكثر دخولا الى جهنم، علاه؟ بهذا، لان علاه؟ قال له: يا رسول، قال: انا كنت تنكرنا العشير، تنكر العشره تاع الزوج تاعكم، تنكر العشره تاع الخير، فهذا هو اللي خلاكم تدخلوا النار. فلهذا صدقوا ايها النساء، وحاولوا كيف بمعنى انكم تحافظوا على عدم النكران لخدمة الزوج وما فعله الزوج لكم، ما تنكروش الخير تاعو، ما تنكروش. ولكن رغم ذلك يجي سؤال، قال: بما أن أكثر النساء دخول النار، ما الجنة واش فيها؟ فيها ما الحريات، ما فيها قليل من النساء. قالوا: لا، قالوا الجنة النساء أكثر من الرجال. قالوا: كيفاش؟ قالوا: لأن النساء اللي يدخلون النار يتعاقبوا على حسب المعصية اللي داروها، بعد يخرجوا ربي يكرمهم يرحمهم يعاودوا يخرجوا يدخلوا الجنة.
يعود يعمر الجنة أكثر من الرجال. لأن الرجل الحقيقة بما أن الرجل في الجنة الله سبحانه وتعالى يعطي أكثر من المرأة. عنده الحريات وعنده النساء تاع الدنيا. إذا شحال كاين من نساء كاين لازم يكونوا أكثر باش الرجال يتزوجن بأكثر من واحدة. كاين اللي يعطيه زوج وكاين يزيد له الحرية. والمرأة تاع الدنيا اللي هي أعظم وأشرف وكذلك وأطهر وهي كذلك لتحكم على المرأة تاع الحرية. لأن المرأة تاع الدنيا الله سبحانه فضلها وكرمها ويجعلها مسؤولة عن الحرية، حرية لأنها خادمات صح مخلوقات من الجنة وخادمات الأزواج اللي يجوا اللي يكونوا في الجنة، ولكن المرأة اللي تكون في الجنة هي تكون بمعنى أحسن جمالا وأفضل بكثير وتكون مسؤولة عن الحرية. فإذا طوبى النساء توعنا يكونوا يوم القيامة في الجنة إن شاء الله يكونوا عن حزين اللي ما عندوش كما أقول ما تقدرش تصوروا كاع أن هذا الجمال اللي يعطيهم ربي ما لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذيك العجوزة يعني يقجم معها كما نقولوا فقط يعني نكثها يقول لها يا يعني يا أيتها المرأة أيتها العجوز لا تدخلوا الجنة عجوز، خلها تبكي. ومشى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومشى يقصر معها كما نقول يقصر معها بدأت تبكي وكذا. بعد قالوا يا رسول الله اسمي هذه المرأة هذيك العجوز قلت لها ما يدخلوش العجائز الجنة خليتها تبكي. أو حتى لقاها الرسول جاء عندها قال يا أمة الله يا عجوز ما تدخليش الجنة عجوزة أو تدخلي بوبونة إن شاء الله تدخلي شابة ما شاء الله تدخلي صغيرة قالوا يعطيك ربي الزين اللي ما عندكش ما شتيهش خلاص تدخلي إن شاء الله يعني كريمة مكرمة يعني روح لك هذا الشيء واش ما تشي بهذا واش من هذا روح كلش ترجعي صغيرة ما شاء الله صغيرة مالا فرحة مسكينة. دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم الصور في قلبها على كان يقصر هذا من بين نكث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بين نكث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. كان واحد من الناس عن الزهاد ويحبوا الرسول بزاف حكموا يوم من الأيام وقال لهم شكون يشري علي هذا يا. هذا شكون يشري علي واحد ما حب يسومه يسوم النبي قالوا يا رسول الله وما يسومكش فيها يودينا ما كان والو قالوا ما كان والو قالوا والله حنفلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عندك قيمة عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما لهم يتمنوا هذا وشهم يشوفوهما قيمتك عند ربي أفضل وأكثر مما يظنون ما حبوش يشرك في الدنيا ربي راهو بمعنى فرحان بك إلى هذا ما مش فرحانين بك ما بغاش يشريوك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر. طيب فلذلك يعني الصدقة إذا الصدقة والأعمال الخيرية والجهاد في سبيل الله وكل إنسان يدير معروف يعني كثير من المعروف يعني هو سبب في إدخال الناس هذوما في منطقة تاع الظل كثير منهم. نعم هذا الظل كما قال يعني العلماء هل هو ظل حقيقي أو هو عبارة عن رحمة الله واصطفائه لبعض خلقه من تلك الشدة ومن ذلك العرق ومن ذلك الشمس التي تكون فوق رؤوس الخلائق. وهو هذا هو ظل حقيقي وهذا هو يعني الظل بمعنى أنهم لا يرون شمسا ولا زمهريرة. نعم ما يشوفوا لا جهنم ما يشوفوا لا الفتنة ما يشوفوا لا ذوك الناس يعني ربي يعني بمعنى يعزلهم وهم من فزعين يومئذ آمنون آمنون يعزلهم ربي سبحانه وتعالى. وقال لك يقعدوا في واحد البرودة كما نقول احنا يعني مش برد كما نقول احنا اللي هي بالتعبير تاعنا يعني فريشكا ما هي لا باردة ولا سخونة حلوة حلوة برد وسلام حلوة يعني بمعنى عايشين في واحد العالم اللي ما يسمعوا حتى واحد واش صاير له يعني في هذاك الجهل ما يسمعوا به ما يسمعوا البكاء تاع الناس ما يشوفوا والو ربي مهنيهم طول. هو الجهل اللي يكون فيها الجهل اللي يكون فيه هذا كما نقولوا الناس اللي يكونوا امنون من غضب الله سبحانه وتعالى ومن هذاك هول تاع يوم القيامه ربي يهنيهم ما يشوفوا ما يسمعوا ما والو خليهم ربي سبحانه امنين والامن ما لازمش يتخلع ما دخل الخوف ما يشوف ما يمرض ما ولو تاج فهو آمن 100% معناتها ما عنده حتى شيء يعني يغنزه ولا يعني خسر له هذيك المقام تاعو في هذاك المكان اللي يكون فيه وربي يجعلنا منهم إن شاء الله يجعلنا منهم. فإذا الأفعال كثيرة هذه السبعة اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذو من كليات تاع الخير يعني هذوما أماكن صعبة ماشي سهلة وأعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم أمور سهلة كما ذكرتم تاع أفعال الخير كثيرة لتجعلك كذلك تكون في ظل الرحمن يوم القيامة تكون تابع لهم يوم القيامة من هؤلاء وربي يجعلنا منهم يا رب محمد. آمين آمين اللهم اجعلنا من هؤلاء السبعة يا رب العالمين برحمة منك وفضل تختص به من تشاء من عبادك إنك أنت الجواد الكريم واسع الفضل واسع الرحمة. نبدأ على بركة الله في استقبال مكالماتكم مع فاطمة من العاصمة. السلام عليكم يا فاطمة. كم. مرحبا.
بك ولا تفضلي اختي. ما شاء الله ربي يطول لنا في عمركم ان شاء الله يا ربي. لا طاعت مولانا تعالى. نور على نور ان شاء الله. الله ينور قلبك تفضلي. ان شاء الله. الشيخ عندي سؤال. نعم. عندي مرت خويا. نعم. بكري نزلت قالت بربي ان شاء الله ديما نعود نصوم الاثنين والخميس. ايه؟ ايه. ومن بعد عطاها ربي واحد المرض، مرضت دوكا واحد خمس سنين ولا ست سنين، واحد المرض شيبا ما فهمناش كاعيتيك، نضرت مليح ولات ما تقدرش تصوم، رمضان تاعها تصومو غير بالسيف. دوكا ميم هذاك الخميس والاثنين ماهيش تصومو. قالت لي تعيشي سقسي لي هل ترى كيفاش ندير. وتاي تطلب منكم الدعاء بالشفاء ان شاء الله. نعم. وحبيت نسقسي شيخنا الكرام ربي يطولنا في عمرهم ان شاء الله. امين. على هذا نعم هذا اسمه القسم الجزازيه تنزلت هذه. نعم. كاين اللي يحتفلوا به، كاين اللي يسمى هذا يقول هذا القسم الجاز طول العمر حولنا وكامل. عيطنا الوحده يعني هكا صغيره وكامل، قالت كان ما تقولوليش هذه، هذه ما خلاها لا ربي لا نبي، ما نستعرفش انا بهذه. قالت لك هذه داروها العباد برك نورمالمون ما تحتفلوا به ما تحسبوه. واضح يا فاطمه واضح. هاي صح. شكرا. ومازال عندي ثاني وحده مسكينه مريضه بالكونسير. ربي يشافيها ويعافيها. ان شاء الله يا ربي يدعوا لها ثاني. عندها عامين ما صامتش رمضان تاعها. يعني لدوك مازالت مريضه. دوكا يتسقسي يعني الى وقت ما قدرت كيفاه لا تصوم وتفدي ولا كيفاش دير ثاني. واضح يا فاطمه واضح ان شاء الله. صح. يعطيكم الصحه ربي يعاونكم ان شاء الله، ربي يستركم ان شاء الله الدنيا واخره. في امان الله وحفظه. طيب نمر للاتصال موالي. نعم. طيب نجيب ثم نستقبل المكالمات مع فاطمة من العاصمة. هذا النذر شيخنا أبو عبد السلام التي التزمت فيه صيام الاثنين والخميس. نعم. أولا لازم نقول بأن الله تعالى قال إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إحنا الإنسان مكلفون بما هو قادر عليه، ما خرج عن قدرته فهو معفى منه. فهذه نذرت يعني معناها طلبت من الله. نعم. سبحانه وتعالى شيئا، ووعدت إن تحقق لها طلبها أن تصوم الاثنين والخميس. ولا شك أن الذي طلبته تحقق لها، لأنها بدأت في الصيام، بدأت. نعم. في الوفاء، ثم أعجزها المرض، توقفت خلاص فقدت القدرة. إذن هنا إما أن تتوقف حال عجزها ثم تستأنف عندما يرتفع عنها العجز وتواصل دون أن تقضي، تواصل ما بقي من حياتها، وإما أن تخرج من النذر بكفارة يمين. يعني أن تطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام، والراجح أنها تطعم 10 مساكين وتخرج من هذا النذر وتتبرأ من ذمتها منها إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. معنا ياسمين من العاصمة. نعم ياسمين تفضلي. الحفة اللي عاملينها. مرحبا بك. ونقول للشيوخة بارك الله فيكم. الله يبارك. عندي سؤال إن أمكن. نعم. طرحهم. تفضلي ياسمين تفضلي. كل نعم سمع. الأول عندي مبلغ من المال مفرطه وحبيت نحطه في بنك تاع يعمل بالمربحة، يعني الشيوخ تاعي يقولوا أنهم ما يعملوا بالمربحة، يعني هذوك المال حيخدموه في استثمارات وزعما نقدروا نربحوا معاهم ونقدروا نخسروا معاهم. صدق ما عرفتش اسكو حلال ولا لا. و فوالا. وثاني سؤال، انا معالجه فيزيائيه يعني كينيزيثيرابيست نديرو ريدوكاسيون، وحبيت نخدم مع منتخب وطني للبنات، هل يجوز لي ولا لا يجوز لي اني نعمل معاهم مع العلم انه فيه تنقلات وفيه تدريبات وفيه. سؤالك على هم الاسئله اللي عندي. سؤالك على العمل او على السفر؟ نعم. سؤال تاعك على العمل او على السفر؟ العمل واذا كان فيها سفر ايضا مع بعض كلهم مع المنتخب الوطني للنساء. واضح ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. احيد في امان الله. طيب شيخنا ابو عبد السلام بالنسبه لي
حكم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. نعم، هذا الاحتفال برأس السنة الأمازيغية اللي هو يصادف اليوم الذي نحن فيه، نعم، 12 يناير، هذا احتفال بما لها لا علاقة له بالدين، إنما هو يوم مبارك عند الفلاحين وهم يحيونه تفاؤلا من الله تعالى أن يجعل عامهم عام خير، يجتمعون يتآلفون يتحابون يطعم بعضهم بعضا لغرس المحبة ونشرها، فلا علاقة له بالدين، لأنه لو كانت له علاقة بالدين وثنية ولا غير وثنية لا يجوز. وهل الذين يعني أحيوا أو جعلوا لهذا اليوم سندا يعني تاريخيا من حيث فقط التغني أو التضرع إلى الله تعالى أن يجعل عامهم عاما مباركا، وأن يجعل محصولهم الزراعي محصولا وفيرا، هذا لا، هذا لا غير، ويسألون الله تعالى أن يكثر غيثهم وأن تكثر أرزاقهم في هذه السنة ويجعل هذا العام عام بركة وخير إن شاء الله. إن شاء الله. وهم يتآلفون ويتجتمعون ويتعارفون ويتآزرون ويتعاونون على ذلك، وليس يعني فيما أعلموا لا علاقة لليوم بأي تاريخ من التواريخ التي لها علاقة بالأديان السابقة. نعم. والله بارك الله فيك. محمد من العاصمة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وشكرا لك الأخ محمد، لاباس؟ بخير خويا الحمد لله. حفظكم الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. سلم لنا على الشيوخ، راني نشوف فيهم. يبلغوك التحية خويا محمد. نعم أنت ما شاء الله. الله يبارك فيك خويا. الله يخليك، أنا عندي مرض مزمن سكر. نعم. و دي فوا كي نكون باغ اكزومبل براه لا ما يصرى لي والو، كي نكون طالع في الدروج ولا يغلبني التطير الماء. راك معايا؟ طيب. يغلبني التطير الماء، كي يغلبني التطير الماء شغل نمشي في حوايجي. نعم. راك معايا اخ محمد؟ واصل واصل. ومن بعد كي نطلع، كي نطلع للدار راح نغسل النص، ما عندها شغل ندوش غير النص من المحزم ولتحتها ونتوضا ونضر أصغر ونصلي طهر ولا عصر ولا. نعم. يا هل ترى هذا جائز ولا لا؟ واضح إن شاء الله. عندي تدخل واحد أخر، الله يخليك برك. نعم. هذاك راني غلط بالك ما نشغل، ما يخليك شغل زكاة الإنسان ربي فرضها على المؤمنين ودارها للفقراء والمساكين. نعم. ياك هكذا؟ نعم. وكاين ناس يقول لك أنا نزكي عندي زكاة وكذا منا نمدها لوليدي، نمدها لبنتي، نمدها لزوجتي باش تحل الحانوت باش كذا، يا هل ترى هذا جائز ولا لا؟ خطرش كاين الفقراء راهي شبوعي راهي ما يصابوش عشاء ليله، وهو انا ما يمدش من المال اللي عنده حتى يمد من المال تاع الزكاه. واضح ان شاء الله. وسمحوا لي. شكرا محمد. كان غلط سامحوني. الله يبارك فيك. واضح ان شاء الله. طيب سؤال فاطمه من العاصمه، الاخير مريضه به السرطان، عندها عامين من هذا المرض شيخنا بعد السلام ولم تصم رمضان، ما زالت بمرضها. نعم. كيف تفعل؟ لا دائما نعود إلى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه هو المظلة نتاعنا، ورب سبحانه عز وجل بهذه الآية في الحقيقة معناها بيّن قوله تعالى، يعني القرآن يفسر القرآن، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنها استقى العلماء قاعدة فقهية جوهرية، كل ما شق فعنه يعفى. فهذه الإنسان المسان التي أصيبت بهذا المرض والمرض أعجزها عن الصيام ومازالت على مع هذا المرض، والآن احتارت في أمرها ماذا تفعله. احنا نقول لها بأن أنت معفاة من الصيام ما دمت عاجزة عن هذا الصيام. نعم.
الآن إذا كان فيه أمل في البر في الشفاء وتنتظرين مع وعود الأطباء والأدوية التي تتناولينها يعني وجود الخروج من هذا المرض إلى الشفاء إلى اليسر إلى القدرة على الصيام، فلا تفعل شيئا. يوم يزول أعجزك وينتهي مرضك وتخرجين إلى القدرة على أداء الصيام، اقضي ما أفطرت ولا شيء عليك بعدها. أما إذا تبين طبيا أن مرضك هذا مزمن تبقين به إلى أن يشاء الله تعالى، فعندئذ ما دام المرض راه مسيطر عليك وما كانش فيه أمل، خلاص هو أعجزك عن الصيام، لا تصومي. ومع وجود المرض يعني مهما طال لا تصومي، ولا شيء عليك إلا إطعام مسكين عن كل يوم، لأن العاجز عن الصيام كما يقول الفقهاء ينتقل فرضه من الصيام إلى الإطعام. وحين يطعم مسكينا عن كل يوم في رمضان يأخذ أجرا كما لو كانت قد صام مع الصائمين، ولا 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 ينقص من أجره شيئا. والله موفق. بارك الله فيك، شكرا. معنا أبو صلاح من جيجل. أبو صلاح، السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام، مرحبا. السلام عليكم شيخ محمد. طيب أبو صلاح، شيخ محمد عندي إن سمحتم لي، شكرا لكم على هذه الحصة، ونحاول عدة مرات نتصل بكم، ولكن المرة هذه عندي الحظ باش اتصل بالسلام. وشيخ محمد والله اني احبك في الله. الله يبارك فيك. الشيخ بوزيدي كذلك والله اني احبك في الله، وانا زميلكم في قطاع الشؤون الدينية والاوقاف. مرحبا مرحبا ابو صلاح. شيخ محمد عندي دوك راني اوبريت خرجت يقولوا للمرض. شيخ محمد عندي السؤال الاول، هو عندي الاخت تاعي عندها دروك شهر ونصف متوفات بكوفيد. شكون اللي مات؟ أخته، الأخت ديالي، الأخت ديالي الصغرى. آه ربي يرحمها إن شاء الله. آه إن شاء الله. شيخ محمد عليها القضاء، هي كما سيدة عائشة، هي دائما القضاء تخليهم لشعبان. كان عليها صوم. الصوم صوم. هي حسب ما اتصلت أنا بواحد الأخت ديالي، قالت لي الأخت ديالي هي تعطيها الأسرة ديالها، قالت لي مازالوا عليها أيام قضاء، ما قضتهمش. نعم. واتصلت انا بالاخت الثانيه قلت لها يا هل ترى نقدروا نصوموا عليها احنا؟ والله اعلم بعض الائمه هنايا قالوا لي القضيه فيها خلاف، بعض الائمه تاعنا تاع الشؤون الدينيه. طيب يجاوبك. السؤال الثاني شيخ محمد. نعم. السؤال الثاني شيخ محمد، انا بين الحين والاخر نبقي نصلي مثلا الاوقات ديالي كصلاه الصبح على سبيل المثال. نعم. اهي نصلي بلي بس تاع 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 النوم شيخ محمد، مثلا يكون لابس جرفات ولا نصلي به. يا هل ترى اللباس تاع النوم هذا يجوز نصلي به ولا لا يجوز؟ واضح. وإن سمحت لي سؤال ثاني شيخ محمد. تفضل. شيخ محمد أنا نعالج حاليا، خرجت من القطاع تاع الشؤون الدينية بلاكازوراكي ونخلص. نعم. كون خلص دوكا من كازوراك، عندي مرض نتاع الاعصاب. نتاع الاعصاب. صحيح. مريت على بعض الرقات الشرعيه وكذا ومنا، وانا رقيت نفسي بنفسي على كل حال. يتضح لي الشيخ محمد اني يعني عندي اعراض السحر وكذا ومنا. طيب. الشيخ محمد احيانا صلوات الخمس على سبيل المثال او صلاه الجمعه. ما كون قدرت حتى نخرج ليهم. دي فوا نفشل، دي فوا نطيح الشيخ ابو عبد السلام، دي فوا نطيح، دي فوا تجيني هذيك الخلعه تاع نروح للمسجد. يا هل ترى يجوز لي نصلي في الدار ولا ما يجوز ليش؟ وربي يجازيكم وشكرا على الحصه هذه. وانا احبكم في الله. الله يبارك فيك، شكرا. والله احبكم في الله. الله يبارك فيك ابو صلاح، شكرا جزيلا. طيب شيخنا كمال مع ياسمين من العاصمة، فاطمة من العاصمة، أول دعاء لهذه المريضة بالسرطان يشفيها الله تعالى. الله يشفيها ويعافيها ويرفع ضغطها إن شاء الله. طيب ياسمين من العاصمة تريد وضع مال في البنك، وقالوا لها أن وضع هذا المال تترتب عليه أرباح يتقاسموها الناس المشتركين لوضعين أموالهم، هل الأرباح لها حكم الفوائد أو لا؟ نعم.
احنا عندنا في البنوك الان الحمد لله يعني تقريبا الان تقريبا كل البنوك عندهم الان نوعان. النوع الاول اللي هو نسموه احنا الكلاسيكي اللي فيه فوائد يعني فوائد ربويه، والنوع الثاني الان اللي اصبحت نوافذ اسلاميه اللي هي صيرفه اسلاميه. هادو بمعنى وهادو يختلفون، هذه مستقله عن الاخرى. هذا يتعاملوا بالمال، يسلفوا لك المال وترد لهم بالزياده، وهذا هو الربا اللي متفقين عليه، تاع يسلفك وترد بمعنى اكثر مما سلف لك. هذا هو واش يدير البنك التقليدي، ما ياخذ الا كما يقولوا احتياط، ما ياخذ الا ضامن عليك ولا حاجه كما يقول لك هاك المال والله يسهل لك، اشري دار اشري سياره تاجر بهم، انا المهم نسلف لك من يعني كما يقولوا مليار ترد لي مليار و500 على 5 سنين ولا 10 سنين كما تفهمتوا انتما، ترد لي وخلاص مال بمال. وهذا هو المتفق عليه، الربا اللي ذكر القران الكريم حرم ربي سبحانه وتعالى في القران وحرم النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا اجماع العلماء على هذا الربا اللي متفقين عليه. اما هذا يسمى فائده، تاع الربا اسمه فائده. اما من حيث هذا ربح بمعنى فيها تجاره، اي بمعنى ان البنك ما يسلفش. كان بعض الناس يقول لك يقرضني البنك الاسلامي ما يسلفش. كان قديما بعض البنوك تاعنا كانوا يسلفوا بدون فائده، ما يدي معك حتى شيء، يسموه القرض الحسن، السلف في سبيل الله، يعاونك في سبيل الله. ولكن ظهرت ان الزبائن اللي يسلفوا ما يردوش، اغلبهم ما ردوش، معاهم في المحاكم اليوم. قال لك مالا في هذه الحاله، هادو اموال الناس حنا نتعاملوا بها، انا درنا الخير بها للناس، ولكن الناس هادو ما محترموش انفسهم، ما حبوش يردوا الاموال الى اصحابها، ما ردوهاش البنك. مالا البنك واش حرم هذا القرض هذا خلاص، قال لك ما دام الناس انهم ما يردوش اذا ما نزيدوش نسلفوا نهائيا. نعودوا واش نديروا؟ نعودوا نبيعوا ونشروا. وحتى البيع والشراء نفس الشيء، كانوا قديما ما يطلبوش من الناس انهم يدفعوا جزء من مالهم باش يشاركوهم في الشريه، كانوا هما يشروا من عندهم. ولكن ظهرت من بعد كذلك الزبائن هذو اللي يشروا ولو كذلك ما يعني يخالفوا الوعود تاعهم، نفس الشيء. يعني الذمه فاسده في كل فاسده في كل حالات، اذا واش ولا؟ نعم. وعن ولاد بمعنى ان البنك دوك كيف يتعامل مع هذنا؟ ما لا ولا خلاص غير خلاص، ما بقاش انسان يدير الخير في هذو خلاص. لان الا القليل المساكين اللي كانوا يلتزموا، اما الاغلبيه ما يلتزموش. ما لا في هذه الحاله باش تعود الجديه وتعود معامله يا خويا بمعنى انا نكون في امان وانت تكون في امان، في هذه الحاله انت شوف واش يعجبك من سياره دار تمويل نمول كاش ما حبيت دير كاش استثمار حبيت دير كاش مصنع حبيت كاش مشروع ديرو، انت تحط شارك معايا تحط 20% معايا حط، وانا خلص لك الباقي نكمل لك الباقي. الدار هذه اذا تحلت دير الدار هذه مثلا مليار، اذا انا خلصت من 100 مليون وانت تخلص 200 مليون، تشارك بيا 100 مليون وانا نخلص لك 800 مليون، ونبيع لك الدار على اساس 800 مليون انا اللي باش نربح فيها حقي، انا نتنازل لك هذيك الشركه هذيك اللي شاركت معك نبيع لك حقي. كي نبيعها لك نبيعها لك انا راني تاجر، البنك انا نبيع نمول، ولكن فيها في هذه الحاجه نبيع ونشري. اذا الانسان اللي يبيع ويشري يدي فائده تاعو، ماشي يبيع في باطن. الناس تشري سياره اسواق يعاود لها البيع، ماشي يبيعها راس براس مالها، راح باش يربح ماشي باش يدي راس مالها. اذا كثير من الناس يجيبوا بعد يقول لك مادام هذا الربح هذايا راهم يشروا ويبيعوا، اذا فائده مادام هذه فائده حتى هذه فائده، اذا ما كان حتى فرق هذه فائده وهذه فائده، ولو كيف كيف لا هذه فائده يسلف لك المال يسلف لك المال وتعطي له بالزياده، هذا لا هذا يشري لك ويبيع لك، ماهوش كيف كيف، هذا يشري ويبيع او يمول لك مشروع ويدي معاك ربح معين، يعني يدخل معاك يعني واش حبيت يعني يمشي معاك، جيب هذاك الشيء نشريه ونعاود نبيعه لك. وهكذا واش كان يقولوا اليهود بكري، انما البيع مثل الربا، يعني يقولوا هكذا، قال لك واش الفرق؟ فائده فائده، هكذا قالوا. ربي رد عليهم قال لهم واحل الله البيع وحرم الربا، ربي رد عليهم، لان البيع حلال والربا حرام، هاو الربا وراه، واما البيع فيه تجاره. اذا معامله اللي قالتها الاخ الكريمه مع النوافذ الاسلاميه هاي كلها حلال. راهي دراهم جائزه، لان تربح وتخسر. هل الزبون يشارك في الخساره؟ يشارك في الخساره، ولكن هذا كمبدا، يشارك في الخساره كمبدا، ولكن البنك بنفسه ما يدخلش في الخساره. يعني بمعنى انا
كي تعطيني اموال شيخ محمد كامانه ما ندخلش انا في تجاره راه فيها الخساره، نخاف نقول لا انا نشوف غير اللي فيها ربح، اللي ضامن الربح باش ما نخسرش، باش ما نخسرش. وهذه خبره، ترجع خبره. بصح الا خسرت تشارك معايا، انا درت مجهود. من راس المال او من الربح؟ لا من راس المال ولا ربح، بمعنى علاه؟ لا. لان وقعت بعض البنوك ما ربحوش، ما عطاوش الاخرين، خسروا معاهم في راس المال، بمعنى الحمد لله جابوا حق راس المال تاعهم والربح ما دو حتى شيء. اذا اللي يخسر من الربح؟ الا خسر من الربح وخسر من الربح، الا خسر من راس المال وخسر من راس المال. هو لا. هو ولا. ولكن البنك، انا نقول لك استاذ محمد كما قالها الشيخ شلتوت رحمه الله عليه، لما كان يقول بمعنى ان البنك ما يخسرش، قال له كيفاش كيف تقول انت يا اخيك تقول لازم تكون يربح يعني يضمن الخساره؟ قال لهم نعم، ولكن البنك ما يدخلش في امور خساره اللي فيها خساره. البنك يدخل دائما كما مثلا بيع السيارات، ما كاش ماشي انت خساره في السيارات، وفي العقار كاش خساره في العقارات. ما يدخلش كما نقولوا في قضيه امور اللي قابله للخساره، يعني فيها كما نقولوا احنا مخاطر. هو دير حسابه تاع المخاطر وديرها، دير صندوق تاع المخاطر. انقلبت الاسواق يا شيخ، اذا انقلبت الاسواق، انقلبت الاسواق يتحملها البنك. يتحمل البنك لانه هو اللي هو صاحب الملك. اذا كان هو صاحب الملك يتحملها هو، اذا كان باعها للزبون يتحملها هو ولا تاعك انت ملكتها. دوك انا السياره كي بعتها لك ولات ليك، ما دام كانت على عندي انا كمالك انا نضمنها، ما دام ولات انت عندك كمالك انت تضمنها، انا اعطيتها لك ديتها انت خلاص، ما دام ديتها انت صباح انت مالك. انا واش داني انا ندخل انا في التصرف تاع المالك؟ لا يجوز لاحد ان بما تصرف في ملك اخيه ولا في ملك الناس يعني بغير اذن، ما يجوزليش انت نتصرف فيها. ولكن باش نعلموا ان المعامله الاسلاميه الحمد لله في النوافذ الاسلاميه هذه راهي عمليات شرعيه الحمد لله، وكاين هيئات الحمد لله، وكاين ناس متخصصين، وراي حتى من برا ماشي منا، حتى من برا يراقبوا ويشوفوا ويتبعوا، والحمد لله راهم اقروا بذلك، وراهم بمعنى على بالهم بعلم كل شيء واش يحدث في الجزائر، متابعه هذه واش يعني يجرى ما يجرى هنا في الجزائر، وراهم يعني اعتمدوها واقروها، وقالوا قلنا راكم على الصراط المستقيم الحمد لله. اذا كان فيه شيء هم يبعثوا لنا، قلنا بمعنى لاحظنا كذا وكذا، ويجاوبوهم يعني نقول لهم ها هو لماذا عملناك، ممكن لعله قانون خاص بينا احنا ما نتبعوش واش هما اللي عندهم على برا، لان القانون الخاص بينا احنا نديروا القانون الخاص بينا احنا، نديروا كمستثنى من القاعده تاعهم، ولكن شرعيا نديروا كمخرج شرعي بناء على يعني القانون اللي هو يلزمنا، يعني يلزم الجزائر احنا نتبعوا قانون. عايشين في الجزائر ماناش عايشين برا استاذ محمد، لا على الجزائر احنا نديروا كقاعده استثنائيه. ولذلك هما اقروا قال مجميع اي بنك يعني يكون معارض يعني قوانين تاعنا اللي هي المعايير الشرعيه، معايير بمعنى اسلاميه اللي فيها علماء فطاح اللي داروها هذيك المعايير، قال اذا كانت تخالف قانون تاعكم لا ديروا كاستثناء، ولكن ديروا كمخرج شرعي شوفوه باش يوافق الشريعه الاسلاميه فقط. يعني ممكن تاخذوا بهذا الراي، احنا المعايير خذت بهذا الراي وفيه راي اخر يوافق القانون تاعكم امشوا معه. نعم. باش ما تخالفوش القانون تاعكم، وهذا هو والله اعلم. طيب نقطة كون جاوبنا عليها الشيخ الله يرضى عليك في هذا الباب، يتساءل الناس أنا في القرض الكلاسيكي فيه فوائد مرتفعة نسبتها إلى 7%. نعم. بينما في الأرباح تنخفض إلى 3% وما يكونش الربح أخير. كثير مهما كانت المساهمة كبيرة من طرف الزبون. هذه أستاذ محمد اللي بمعنى ترجع لقانون البنك الخاص، بعد كي ترجع التنافس ما نعاود يتولي المنافسة. نعم. كان نشوف في هاديه وكان ثانيه، كان مثلا اللي هو الناس كيشروا من عند البنك التقليدي، اما يشروا من عندها ما عندها عقار ولا يقولوا يدي 1%، هو في الحقيقه ماهوش 1% محمد. نعم. الناس راهم غافلين، راهو 6%، الدوله هي اللي راهي تدعم، هذاك راهي يقول له شوف انت خلص 1% وانا نخلص عليك 5%، هذه ماهمش شايفينها الناس. والبنك الاسلامي ما عندوش هذاك الدعم. هذاك النوافذ ما عندوش هذاك، يقول لك 5.5% ولا 6%، ما عندوش دعم. ولذلك يعني ان شاء الله يعني بمعنى بعض الجهود للناس تشتغل في الصرف طلبت يعني من الدوله انها تسوي بين بين بمعنى بين المعاملتين، يعني تسوي هذا الشعب وهذا الشعب واحد ماهوش مختلف، ماشي هذا الشعب منين جا وهذا الشعب، هذو كل ولادك، هذو كل ولاد الدوله. اذا سوي في قضيه الدعم، الدوله لازم بمعنى تدعم، اي الدعم في التمويل الكلاسيكي، زيد الدعم كذلك في التمويل الاسلامي في العقارات، ووفقت الحمد لله وراهي جايه، اي جايه يعود العقار والربح 1%، والباقي دعم الدوله،
وهذه بارك الله في الدولة، هذا يعني كما نقولوا لينا، كما نقول ربح لينا، وكثر خير الدولة اللي هي طوعت طوعت يعني وتحملت هذا كما نقولوا الأعباء تاع الشعب كما نقولوا تاع الناس اللي يحبوا يشروا، يعني يجازيها ربي كل خير. آمين. طيب سؤالها عن العمل في التأهيل البدني للبنات والسفر كذلك. هو كمهنة أستاذ محمد حنا نحسبه كمهنة، احنا بمعنى أن الإنسان يخدم كمهنة بنت مع بنت، هذا امر جيد. احنا ما عندنا هنا طب لا كما نقول هذا التداوي داخل في التداوي، ما فيها حتى مشكل. السفر بما ان تسافر مع البنات ما فيها لا كما نقولوا حنايا خلوه ولا شيء. البنات يكونوا مجموعه هذه ما فيهاش خلوه خلاص، يعني بمعنى انها احنا المهم واش نحوسوا احنا في السفر الامن. علاش احنا المراه نقولها ما تسافرش وحدها؟ خاش الخوف، هو خوف بما يتعدوا عليها، خوف كاش ما تحدث لها، خوف هذا. ولكن اذا ضمننا الامن تاع السفر خلاص، ولهذا اذا كانت امنه في سفرها يعني من حيث ما تخرج منا وحتى تعاود وهي امنه في مجموعه، يعني من علاش في الحج نقولوا الرفقه الامنه محمد يا اخي؟ يجوز ان تخرج المراه تحج مع الرفقه الامنه. علاش قلنا الرفقه؟ لانها امنه، وهذه كل رفقه لازم تكون كما نقولوا يعني معناتها تاع ناس متخلقين، ماشي ناس تاع بمعنى متهورات ولا تاع بنات اللي ماهوش كما نقول احنا محافظات ولا منحرفات، لا تكون مع بنات محافظات، بنات يعني الحمد لله يعني يكون الناس سويات، الناس مساكنين يروحوا باش يستفادوا من هذا العمل هذايا. فلهذا احنا نقولوا هذا السفر اذا كان مع البنات بالجمله فهذا امر جائز، ما فيه حتى كلام. لو كانت وحدها هذا كلام، فيه كلام. ورغم ذلك حتى لو كانت وحدها ما دام تدخل في الطياره هي مع المجموعه، ما راهيش وحدها، هي مع المجموعه، راهي مع ناس. وخاصة إذا لقاوها في المطار هيك، معناتها خاصة معنا باباها ولا يماها ولا خالها ولا عمها ولا بمعنى من يعني هما محارم توحة، ارتفعت هذيك الخوف منها، فأصبحت آمنة، معناتها منا آمنة، دخلت الطيارة آمنة، استقبلوها فرقة آمنة، يعني بمعنى العائلة آمنة، هنا معناتها ارتفع اللبس والله أعلم. بارك الله فيك. محمد بن العاصم يسأل عن مرض السكري الذي يلازمه، وعند صعوده في السلالم يقال شيخ يغلبه تطاير أكرمك الله البول فيضطر إلى غسل نصف الجسد. نعم. من الأسفل دائما نعود إلى الآية. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المريض الذي أصيب بهذا المرض وبخروج قطرات البول من غير إرادي، يعني هذا التبول لا إرادي اسمه، فهذا إذا كان دائما يعني مستمرا معه في كل الأيام نقول اجعل لنفسك واقيا يقي وصول هذا البول اللي هو نجس إلى الثياب، يعني ممكنة حفاظة وإلى ورق تاع المسح هذا وإلى كذا، المهم الذي يمنع قطرات البول من وصول أو تنجس الثوب. كونك أنك تغسل المنطقة السفلى كلها من جسدك هذا فيه مشقة، أنت الآن متحقق بأن قطرة البول ما مست إلا بقعة معينة، لماذا تتعدها؟ أزل الأذى عن مكانه وتوضأ وصلي، لا تكلف نفسك مشقة غسل كل المنطقة السفلى، أنت لست مطالبا بهذا إلا إذا تحققت بأن النجاسة مست كل هذه المنطقة، فعندئذ إزالة النجاسة مطلوبة في حالة المقدور على ذلك، أما إذا لم يعد قادرا على ذلك فيعفى. والله ما يدير خرقة الشيخ تعرف كما ذكرت خرقة يعني الحفاظات هذه يسهل على روحه هذا هو بوندا هذيك اسمي وبوندا هذيك اسمي المهم يعني ينحي على روحه هذه المشقة هذه. نعم. طيب الزكاة التي تعطيها الناس قال لأبنائهم وبناتهم وحتى زوجاتهم ولا يعطونها للفقراء الذين نشهد يعني عائلات كثيرة فيها الفقر، هو هذا تحايل على الدين؟ نعم. إذا كان حقيقة يعني معناه صحيح، العلماء يقولون الأقربون أولى بالمعروف، ولكن في حدود الإمكان وفي حدود الجواز يعني الشرعي. الآن هذا البنت وهذا الولد يعيش معك في البيت وأنت الذي تعوله، الحكم الظاهر والمعلوم من الدين بالضرورة
والمتعارف عليه بين الفقهاء ألا نعطي الزكاة من نعول، يعني اللي احنا نعيشوه نداويوه نلبسوه نوكلوه نشربوه نسكنوه هذا ما نعطيهولوش الزكاة، وإن كان ظاهره محتاجا لكنه تحت كفالتنا لا نعطيه الزكاة. لكن إذا كان هذا الولد مستقلا ببيته وولده وعمله مردوده قليل جدا لا يفي بحاجته لا يكفيه، فهذا فقير من الفقراء، يعطيه من الزكاة ولا حرج في ذلك. ولكن إذا كان عنده من الزكاة ما يكفي لتقسيمها بين فقراء أقارب وفقراء أجانب يقسمها، إذا لم يكن قادرا على التقسيم يعني مقدور يعني الزكاة هذا مبلغها يسير قليل وعنده في العائلة منهم فقراء يعني حاجتهم شديدة فليعطيه ولا حرج في ذلك. طيب معنا ابن يوسف من عين دفلة. نعم ابن يوسف. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم بن يوسف من عين دفلة. مرحبا أخي. السلام عليكم على الكنوز هذوك اللي معك، على كل حال الكنوز الله يجعل تبقى الخليفة تاعهم. آمين إن شاء الله. الله يبارك فيك. إن شاء الله يا ربي. شوف أخينا عندنا واحد تفضل. الأرض هنايا كسبناها منذ بلك فات 40 سنة ولا 50 سنة. المهم احنا استاخ هو أخت. إيه؟ بابنا قتلته في راسه على كل حال شهيد. العم قلنا عم. إيه؟ العم هذا قال لك ما تسالوش بوكم مات قدام بويا ما على بيناتهم ثلاث اشهر قتلتهم في راسه في زوج. نعم. العم هذا دروك بقينا هكاك بقينا بان جماعه بنتاخلوا بكاع عطانا واحد القطعة تاع ارض بقينا هكاك. المهم خلينا هاد القطعة تاع ارض خلوين احنا الخوا احنا 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 خوا سته والكبير الكبير انا في عمري 78 سنه والصغير فينا في عمره 54 سنه. وقع التقسيم هذا انا عينوني في جهه درك قال لك يا اخي احنا نعاودوا القسم ما احنا ندوم من ثم فينا في القطعه هذه طالبوا اعاده القسمه. ايه منذ هذوك عندها 31 سنه ملي نستغل هذه القطعه تاع الارض دروك قال لك اخي هذاك ما يجيش في حقي ما يجيش ديك الجهه ما يجيش على جهه. قلت لهم يا ودي وقع بالجماعه وبالريضه ما حتمت عليكم ما والو. نعم. اليوم شتاو دروك السؤال الاول للشيخ اذا سمحت، هل العم اللي قال ما تسالوش بوكم قدام بويا يعني كاينه منه ولا ما كاش؟ سؤال ثاني، هل الخاوة يعني من حقهم يعاودوا هذا القسم هذا بعد 31 سنة؟ هذا شكرا بارك الله فيكم الله يجعل الخليفة تاعكم. بارك الله فيك. شكرا يا بن يوسف. طيب شيخنا كمال مع أبو صلاح من جيجل، شهر ونصف من موت الأخت بالكوفيد رحمة الله عليها تقبلها في الشهداء. أمين. كان عليها صوم من رمضان، كانت هي في عادتها أن تأخر الصوم إلى شعبان ولكن يعني الموت كان نعم خداها سبقها نعم. ماتت ربي يرحمها إن شاء الله. نعم احنا قلنا بمعنى أن في مذهبنا هو معروف ومشهور عندنا أن الإنسان إذا توفى عليه قضاء من رمضان يفديو عليه يتصدقوا عليه لأن احنا ما عندناش الصوم بالنسبة لنا هنا لا يصوم أحد عن أحد ما كان أحد ايه. فلهذا يعني هنا الإطعام هو أولى بمعنى أن صدق على الميت هو الأولى هذا اللي عندنا احنا. ولكن هناك كما قالوا بعض العلماء قالوا يجوز يعني صوم عنه لأن أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد يقول إن أمي عليها صوم فاقدانها قال فاقدانها ودين الله أحق أن يقضى. نعم فاحنا عندنا في الفقه كذلك احنا عندنا اللي هو الخروج من الخلاف مستحب والجمع افضل من الخلاف. احنا الجمع بينهما يصوموا عليها ايام يتقاسموهم خاوه هذو كلها مع البنات كل واحد يصوم عليها نهار ولا يومين ويجي يخرجوا عليها
هذا الجمع بين القولين وهو الأفضل. نعم. والله أعلم. حكم الصلاة في لباس النوم. إحنا العبرة بالثوب هو الطهارة وهو صلاحية هذا الثوب للصلاة. إحنا إذا ما فيش نجاسة طاهر ما يهمش إحنا رقد به ولا مرقد به ما يهمش، المهم ما فيش نجاسة وما راهوش كما يقولوا فيه أمر ما يخالف يعني الطهارة، ما يعني الثوب اللي ما نشوفه نشوفه لبس عليه طاهر ما شاء الله، ما دام راهو طاهر ما شاء الله وخاص يكون فضفاض يعني ماشي مضيق هذا كذا يعني كله لبس عليه، حاب يزيد عليه قنطوره فوقه وهو افضل يعني حب باش ما يديرش مشكل روحه يصلي يصلي به، واذا صلى به كما يقولوا بيجامه هذاك واسعه شويه عليه يصلي، لا صلى بها امر جائز عندنا وليس ليس فيه شيء، احنا المهم العبره ان ثوب طاهر ما فيش نجاسه. والله تعالى أدرى وأعلم. أستاذ محمد آمين. طيب ذكر أمر اللي يعالج عليه الأعصاب وثم الرقية ثم ظهر له أنه بأعراض السحر، هل تسقط عليه حضور الجمعة والجماعة؟ هو قال يعني بمعنى أحيانا يجيني الخوف ما نقدرش، شيء ما يروحش، مرات يروح ومرات ما يروح ومرات ما يقدر أحيانا. احنا نقول هذه الرقية وكذا دي زيادة، احنا يتبع الطبيب لأن عنده الدواء يلزم يشرب الدواء، لأن كثير من بعض الناس يقول لكم حنتبع عن الطب البديل عن العشب ولا من طب هكذا ويخلي دواء تاع الطبيب بعد يمد بعد مده معينه بعد يصبح في كارثه كبيره، نقولوا لا الدواء تاع الطبيب ما تخليهش، الدواء تاع الطبيب تبع الدواء تاع الطبيب، لان هذو خبراء يعني عطاوك بمعنى اعلم، هما اعلم بالبدن تاعك واعلم بحالتك، هما يعطوك الدواء المناسب تبعه. حبيت تزيد رقيه كزياده ما يهمش، الرقيه هي الدعاء يدعي ربي ان شاء الله يشافيك ما فيهاش مشكل، ولكن اذا كان جاتك بعض الأحيان خوف هذا ويعجزك معناتها خوف معجز فعلا بما لا يخليكش تقدر حتى تمشي ولا حاجة، أصبحت معناتها في مرض يعني معرض مانع يعني كاين مانع منعك ما قدرتش حتى تتحرك باش يكون خوف تعود، هذا أمر يعني جايز ما دام فيه مانع شرعي مانع مقبول، هذا أمر جايز ما تروحش الجامع تصلي في دارك، وخاصة الحكمة ذيك الحالة خاصة هو تعرف العصر محمد الحكمة ذيك الحالة إذا ما يروحش أنا الجامع خلاص. نعم. يعني حافظ على صحته ما يروحش باش يمرض يمرض. إيه. بارك الله فيك. بن يوسف من عين دفله شيخ استمعت إلى مسألته، الآن هذه الأرض يقول هل لنا حق فيها؟ وادعاء العم بأننا ما نسالوش فيها بحكم أن والدهم مات قبل الجد قبل أبيه. وبالنسبة لهذا السؤال فيه شقان. نعم. الشق الأول يقول بأن هذه الأرض اكتسبت للإخوة ستة ذكور وأنثى معهم واقتسموها فيما بينهم وظهر مناب كل واحد منهم واستقل كل إنسان منابه منذ 31 سنة، قام أحدهم ولا بعضهم قال نعيد القسمة بعد 31 سنة بعد 31 سنة، هذا ليس له الحق. نعم. هذا بالتقادم يمضي هذا الحق، هذا ما فيش، لأن الذي أخذ قطعة من الأرض أجرى عليها تغييرات. خدمات. نعم. تغييرات، هذا غرس، هذا جلب للماء، هذا وضع لجذور التحصين من جرف التربة، هذا غرس للأشجار المثمرة وإلى آخره، فهذه الخدمات من حقه أن يحتفظ بها ولا يشارك فيها أحدا، لأن القطعة عينت له وأعطيت له وتملكها، فإذا إعادة القسمة بعد 31 سنة مرفوضة إذا لم يرضوا جميعا فلا ولا يعاد. لو تقسمت بين جماعة الشيخ وفي الجماعة قسموها خلاص. إيه؟ الجماعة أدرى بعرف المنطقة العرف المنطقة. إيه؟ خلاص انتهى الأمر، ولذلك هذا تبقى كل واحد راه بالمناب نتاعه. وادعاء العم، أما قضية الادعاء العم بأنه لا حق لهم في أرض موروثة من الجد وأبوهم مات قبل أبيه، هذا إذا نظرنا إلى تاريخ الوفاة للأب والجد بأنه الإبن إذا مات أبوه وترك أولادا هو الأحفاد ليس لهم طريق إلى الجد. نعم. محجوبون بالأعمام حجب حرمه، ولكن الشيخ حماني له مخرج في هذا. نعم. نعود إليه إن شاء الله في حصة غدا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك شيخنا أبو عبد السلام، شكرا جزيلا دكتور كمال. بارك فيك. ولكم مشاهدينا الكرام دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
قسم بعض علماء الأصول الإسلام إلى ثلاثة أقسام: عقيدة وشريعة وأخلاق. في العقيدة هناك حديث عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان باليوم الآخر. أما في الشريعة فهناك حديث عن العبادات كالحج والصلاة والصيام والزكاة، حديث عن المعاملات كالإيجار والشراء والبيع والكفالة والوكالة وما إلى ذلك، حديث عن الأحوال الشخصية الأسرة وما يتعلق بها، حديث عن القضاء لفض الخصومات، وحديث عن السياسة الشرعية. القسم الثالث من الدين هو الأخلاق، أخلاق ممدوحة أمر الشرع بالتحلي بها، وأخلاق مذمومة نهى الشرع عن الإتيان بها. يوم اختصر رسول الله رسالته قال: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد طه الأمين وآله الطيبين المطهرين إلى يوم الدين. عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فبشرني فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فاللهم أدم الصلاة والسلام على نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا اللهم ببركات ذلك غير خائبين ولا مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الأكارم الأماجد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم بفضل الله تعالى وتيسيره وتوفيقه مجددا على موائد دين القيمة، وكنا قد تناولنا تباعا موضوعا متوافقا من حيث زمنه مع هذه النفحات شهر مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونريده أن يكون موافقا للعمر كله تأسيا واقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث عن النعمة المحمدية. فبعد تذاكرنا على أنها أعظم النعم، وتذاكرنا حقيقة نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذاكرنا حقيقة الفرح بها، وتذاكرنا مع أسماعكم الطيبة وقلوبكم الكريمة ما يتعلق بباب المدح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقع عندنا سؤال عملي سلوكي آخر. نحن لما ندعو ثم نمتثل ثم نكون في وسط المجالس المحمدية، مجالس مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نجني من ذلك؟ نقول إجمالا ثم تفصيلا بإذن الله: نحن نرث الخير عن رسول الله في هذه المجالس، نحن نتوارث إلى أن نورث بعد ذلك ميراث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول القائل استزادة للخير وتنويرا للبصر والبصيرة للنفس وللناس أجمعين: ما حقيقة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقه بالمجالس التي تمدحه وتتعلق به وتحبه وتثني عليه وتذكر سيرته صلى الله عليه وسلم؟ في حديث جامع لذلك جواب شاف كاف بإذن الله، وهو الحديث الذي روي في معجم كبير، معجم الكبير للإمام الطبراني، عن سيدنا عبد الله الرومي أن سيدنا أبا هريرة الصحابي الجليل دخل السوق بالمدينة المنورة على أنوارها وعلى صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دخل سيدنا أبو هريرة السوق، ونحن نعلم أن السوق فيه صور للناس بين بائع ومشتر ومن يصوم أو من يقضي وقته في هذا السوق. فوقف سيدنا أبو هريرة وراقب أن الناس ينهمكون في متاع الدنيا في هذه الساعة،
فنادى فيهم وقال أيها الناس، فاجتمعوا له لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما جمعتنا يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه: ما أعجزكم، أي ما أعجز حظوظكم، ما أقصر علومكم ومآربكم ومقاصدكم، ما أعجزكم؟ قالوا لما؟ قال: أنتم الآن تريدون متاع الدنيا وتسومون وتبيعون وتشترون في هذا السوق، وقد تركتم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، أي أنه دلهم على ميراث يقسم. قال: الميراث يقسم وأنتم هنا تبيعون وتشترون وتسومون؟ قالوا: أو ميراث رسول الله يقسم؟ قال: نعم. قال: فخرج الناس جميعا عن بكرة أبيهم من السوق، وأما كل هؤلاء الخلق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبثوا أن رجعوا سريعا إلى سيدنا أبي هريرة الذي لم يتحرك من مكانه لعلمه أن الناس سيرجعون إليه، فقالوا: لما دعوتنا إلى المسجد ولم نجد فيه ميراثا يقسم يا صاحب رسول الله؟ قالوا: أتهزأ بنا يا صاحب رسول الله؟ لم نجد ميراثا يقسم. قال: فماذا وجدتم لما سرتم إلى مسجد رسول الله؟ قالوا: لم نجد مالا ولا شيئا يقسم، غير أننا وجدنا قوما يقرؤون القرآن، وقوما يذكرون الله تعالى، وقوما آخرين يتدارسون الحلال والحرام. فقال رضي الله تعالى عنه: ويحكم، ذاك هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميراث الحقيقي عنه صلى الله عليه وسلم ليس دينارا ولا درهما ولا متاعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء لو نورث دينارا ولا درهما، إنما ميراثه الذي تركه لأمته هو هذه العلوم وهذه المجالس، مجالس ذكر الله والقرآن العظيم والمذاكرة في الحلال والحرام والأخذ بكل باب دل عليه صلى الله عليه وسلم. لما يكون هذا هو النوع من الميراث، هذا هو ميراث رسول الله، ليس مالا فينسب إلى ورثته من أهل بيته، ما دام الميراث بهذا النوع هو ميراث رسول الله، إذن هو إرث للأمة كلها يشتركون فيه. هذا الميراث من هذا النوع بقراءة القرآن وذكر الله والمدارسة بالحلال والحرام وكل باب للتعلق به صلى الله عليه وسلم، هو ملازم يرثه كل واحد من الأمة المحمدية. كيف نرث هذا؟ بكمال الاقتداء والتأسي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لنكون عمليين أكثر في هذا المنهج، ونحن في أحوج الحاجة في زماننا هذا أن نحقق هذا المعنى بيننا، ليجعل الله تعالى ما وقر في قلوبنا بهذه الحقائق يشع على حياتنا خيرا وتيسيرا وتوفيقا. نحن في أمس الحاجة إلى أن نجمع الناشئ من أبنائنا وبناتنا في هذه المجالس، في بيوت الله، في الزوايا، في الكتاتيب، في الدور كلها، في المنازل كلها، في كل مكان على وجه الأرض يكون عنوانها مدح رسول الله ودراسة سيرة رسول الله وكل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها مدارج لهذه الناشئة. يجلس الواحد من أبنائنا وبناتنا فهم يتعلمون، ثم يتعرفون، ثم يتعلقون بمن علموا وعرفوا عنه صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة في المجالس أنها مشاهدة للسيرة، ثم مجاهدة على أثر هذه السيرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد الخير والصلاح لأبنائنا، وقد نخشى عليهم ونخاف عنهم، نقول حينما نغرس رسول الله في قلوب أبنائنا وبناتنا نسلمهم إلى الدنيا في أطرافها ولا نخشى عليهم شيئا، كيف نخاف على أبنائنا وفي قلوبهم وبين جنباتهم وأرواحهم تتلألأ بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الميراث الحقيقي له صلى الله عليه وسلم، هذه هي مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عما ينسب لها مغالطة وحجبا للناس عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نقول التعرف يورث التعلق، نحن أحوج
إلى النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم فنسقطها على أحوالنا، أن ندمج أخلاقه صلى الله عليه وسلم وميراث الصحابة لذلك بمحاور حياتنا وشعب معاشنا. أيها الإخوة، لابد من إعادة صيغة معاشنا ونمط حياتنا ومناهج وجودنا ونجعلها ممزوجة بهذا الاقتداء، ليس كلاما نظريا فحسب، وليس كلاما مجردا فحسب، وليس الدعوة فقط، إنما هو رجاء للناس جميعا. فلا مناص ولا محيد ولا خروج عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله حينما نريد أن نكون نلقى الله على صفاء وعلى طهارة ثم ننجو من كل عقاب، ليس لنا محيص أن نتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما رواه الإمام الحافظ أبو نعيم في الحلية عن سيدنا عبد الله بن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر بن الخطاب الصحابي بن الصحابي، رجل لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فقال له كلمة لعل الواحد منا يقولها مرارا ولو في اليوم الواحد. قال له: يا إمام، وددت أي أحببت لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتموه. فقال له سيدنا عبد الله ممتحنا في بيان أن المحبة إنما هي عمل وسلوك وعزيمة صادقة وليست مجردة بها مجرد الحديث، قال له: يا هذا، ماذا كنت تصنع لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل صادقا: والله يا إمام، ولو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتموه لقبلته بين عينيه ولعملت بسنته. فقال له صلى الله سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلى الله على من علمه، قال له: أبشر، وأسأل الله أن تكون بشارة لكل الخلق ولا سيما للمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط حبي قلب أحدكم إلا حرم الله جسده على النار. فاللهم يا رب العالمين، بحق الصلاة على نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، بل بحقه وذاته ومقامه ورتبته وجاهه عندك يا الله، اللهم فرج عنا الكرب وأزل عنا كل هم وحل عقدنا وأكثر اللهم بالخيرات أرزاقنا وارزقنا حلالا طيبا واسعا مباركا يا رب العالمين. اللهم يا ربي، كل واحد منا عنده حاجة في قلبه، اللهم اجعلها له اليوم مقضية راضية مرضية. يا رب احفظ جزائرنا وطننا بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم يا رب ارحم موتانا ومن علمنا وربانا، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة